لو الحكاية فيها إن فيتو. تعرف حضرتك؟ محمد قلنا المرض السيموفيليا طبعا ليه أضرار عليك كتيرة، قول لي بقى ظهر إزاي وتأثيره كان إزاي؟ للأسف فعلا بيبقى ليه أضرار كتير جدا. رجب قول لي المرض ظهر عندك امتى؟ وانا طفل. ايه بقى احساسك بيه او شعورك بيه؟ بقاله يعني 6 سنوات معاك، بتتعالج ازاي بقى المرض ده؟ تمام. شايف ان الطرق العلاج دلوقتي في المستشفيات بتناسبك ولا مش شايفه؟ طب انت بتطالب بايه يعني؟ ايه هو العلاج المناسب؟ يعني هو مش موجود بس قليل وغالي. عرف بيك؟ محمود قول لي المرض ده ظهر عندك امتى؟ ايه بقى اللي حسيت بيه؟ ده فين بقى، في المخ يعني؟ لا بالظبط في مفصل الكوع. طب يعني انت شايف الطرق العلاج كانت معاك ماشيه ازاي؟ يعني اول ما بنروح المستشفى ممكن ناخده كيس واحد بلغمه في اليوم او مش بناخده خالص، وعلشان ناخد العلاج بتاعنا بنتلثم ونتهان يعني سيدنا بنشحت العلاج. ليه بقى؟ مش بيعجبهم، بيشوفوا العلاج غالي على بلازما 80-120 جنيه والحقنة في 2000 ما عنده حقنة. عايز تقول ايه بقى للمسؤولين كده اللي بيشاهدوك يعني؟ مسؤولين لو هو عنده ابن عنده نفس المرض ما كانش هيسكت على العلاج. طب ايه طرق الوقايه او العلاج من هذا المرض؟ توفر العلاج عشان اول ما اللي هو ايه بقى العلاج؟ الفاكتور اللي هو الابن اول ما يحصل حاجه تاخده. هو مش موجود يعني؟ هو مش موجود، فاكتور 9 مش موجود، 8 موجود بس قليل جدا. تمام.